بجولة بروبرتي يورز اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشأ سكنية، مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. أيوب تاور ريزيدنشل وكوميرشل تاور موقع استراتيجي بالأشرفية، تحديداً شارع السيدة، على بعد دقائق من ساحة ساسين وقريب من أهم المراكز التجارية بالمنطقة. ألف من 3 بلوكس، 13 طابق كل بلوك، ومساحات الأبارتمنتس الأفيلبل للبيع 100 و128 متر مربع. أما بآخر طابق شقتين مميزين، دوبلكس 165 متر مربع وسامبلكس 256 متر مربع. قسم من الأبارتمنت شقتين بالطابق وقسم مساحته 100 متر مربع شقة واحدة بالطابق. طابقين مخصصين للأقسام التجارية صالحة للمؤسسات والبنوك، وبتتراوح المساحات بين 80 و275 متر مربع. هاي اند فينيشينج وانترناشونال ستاندردز بالعمار، سيكيورتي عالية وسيفتي سيستم ضد الحرائق والزلازل. أيوب تاور بيتميز ببرايم لوكيشن واكسس سهل وكاشف على فيو بحر وجبل، أما التسليم بأواخر 2018. أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، بتتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابعة لها جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنت، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشن، دبل وولز وجليزنج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولر سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من اهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحيه بالمنطقه. أوهانا هيلز فيلاز مشروع اندر كونستراكشن كاشف على سي فيو ما بينحجب، كل فيلا مستقله بعيده 12 متر عن الفيلا المجاوره، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط، ستارتنج برايس 390,000 دولار. بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، وثلاث أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج، اسم المكاتب والشقق تابع له 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتنج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالية بالعمار بالإضافة لسيكوريتي 24/24، حالياً بآخر مراحل الكونستراكشن والتسليم بآخر 2018.
كشف تقرير دوبيزل العقارية إنه مدينة دبي سجلت رقم قياسي جديد من حيث الأعلى سعراً بالعقارات الفاخرة من الدرجة الأولى لتحافظ على مركزها ضمن المدن العشر الأولى بهالمجال. وبهالإطار مثلاً احتلت فيلا مكونة من 6 غرف على جزيرة ألمانيا بمشروع جزر العالم رقم قياسي جديد على مستوى السوق المحلي بدبي بواقع 190 مليون درهم. هيدي كانت حلقتنا لليوم. رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com كما وفيكم تتصل فينا على رقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك ومتي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.